فيلات مستقلة بأفضل الأسعار وصمات تصل ل30%. لو حابب تعرف بقية التفاصيل كمل معايا الفيديو. أنا حسن يوسف سينيور سيلز من مالفيرن ديفلوبمنت. أنا جاي أكلمكم النهارده عن مشروع يامور. خليني الأول أديكم بريف سريع عن شركة مالفيرن ديفلوبمنت. إحنا من 2017 في التطوير العقاري، بدأنا أزا سيبريت وحاليا عندنا 9 مشاريع كومباوندز في منطقة الشيخ زايد الجديدة. خليني أكلمكم عن لوكيشن مشروع يامور. هو أمام مدخل زايد 5، البوابة الأولى حوض 21، 13 دقيقة لوسط الدهشور ومحور 26 يوليو وطريق مصر اسكندرية الصحراوي، و3 دقايق للدائري الأوسطي وطريق الضبع. المشروع على مساحة 10 فدان، مبني منه 15% فيلات مستقلة وتاون هاوسز وال85% لاندسكيب ووتر فيتشرز. الفاسيلتيز الموجودة جوه مشروع يامور: كلين ستريب مول على البوابة، في كل براندز نيم اللي انت ممكن تحتاجهم، بلس كمان في كيدز اريا واوت دور جيم وكلاب هاوس، ملاعب بادل وسويمنج بول اولمبي. بالنسبة للفيلات المستقلة، المساحات المتاحة تستارت من 400 متر، ووك اوت بيزمنت جراوند وفيرست روم. اسعار مشروع يامور: الفيلات المستقلة بتبدا من 6,900,000، الخصومات بتوصل ل 30% على حسب مقدم، وقدمك بيبتدي من 10% بيوصل التقسيط لحد 9 سنين. عشان تعرف اكتر عن تفاصيل كومباوند يامور، كلمنا على الرقم اللي بيظهر على الشاشه او من خلال لينك الواتساب الموجود في الديسكريبشن، وفريق من افضل الاستشاريين العقاريين هيتواصل معاك وهيساعدك في اختيار وحدتك. كنت معاكم حسن يوسف سينيور سيلز من مالفيرن ديفلوبمنت.